الخير. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده اول الاسبوع السبت 21 سبتمبر 2024. عندنا احداث كتير جدا النهارده، لكن يمكن على راس احداث القاهره النهارده موضوع 22 مليون طالب وطالبه من ولادنا بداوا العام الدراسي الجديد النهارده. طبعا احنا شفنا متابعه طول الوقت على القنوات الاخباريه وعلى المواقع الاخباريه عن ايه اللي حصل، بدا في انتظام ما فيش انتظام، لكن من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم نقلها لكم ان السنه دي هيكون في 70,000 معلم، سواء كان المجموعه اللي تم تعيينها او المجموعه ال 50,000 اللي هيدخلوا في الدراسه ويلتحقوا بيها بالحصه اللي اتكلمنا عليها هنا المره اللي فاتت. يعني ان شاء الله ال 70,000 معلم دول يخلوا شوية العملية التعليمية وعملية التدريس أكثر سلاسة في المدارس، وما نسمعش الحاجات بتاعت إن المدرسين مشونا وما حضرناش النهاردة الدرس علشان ما فيش مدرسين موجودين في المدرسة. إن شاء الله كل ده يكون انتهى. إيه اللي حصل النهاردة بقى على الأرض فعلا؟ خلينا نعرف التفاصيل من الأستاذ أحمد حافظ الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. يا أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الفل على حضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. هل يا ترى النهارده كان في انتظام في كل الحاجات اللي تم الاعلان عنها؟ دخول الطلبه للمدارس، المدرسين اللي احنا اتكلمنا عليهم، عدد الالاف الكبير ده بدا بالفعل يبقى موجود داخل المدارس في استقبال الطلبه النهارده ولا لا؟ هو النهارده بدا 12 محافظه ما عندهمش اجازه ايام السبت، وبعض الادارات التعليميه في المحافظات اللي فيها كثافه، يعني مثلا القاهرة مش بتبدأ أيام السبت، بتبدأ الحد دايما، ولكن في بعض الإدارات أو بعض المدارس بدأت النهاردة، لأن الوزير كان ادالهم خيار إن هم يستعينوا بإلغاء أجازة يوم السبت بحيث يكون ده حل أو أحد الحلول في حل أزمة الكثافة. يعني في إدارات بدأت السبت وفي إدارات هتبدأ من بكرة إن شاء الله، ولكن انتظام العام الدراسي الجديد نبدأ نقول إن هو هيبقى رسميا من يوم الثلاثة اللي جاي، لان معظم الادارات التعليميه قررت ان هي تجيب الطلبه بالتدريج. يعني النهارده ممكن تلاقي ادارات تعليميه او مدارس فيها الصف الاول والثاني الابتدائي، بكره هتلاقي الثالث والرابع الابتدائي، من بعد بكره الخامس والسادس الابتدائي. تدريجي الاسبوع الاول ده مش هيكون منتظم بشكل كامل، هيكون الانتظام رسمي من يوم الثلاث او الاربع بالكثير قوي. يعني الحاجه الثانيه انا يعني عملت استصلاح راي كده اولياء امور ومعلمين، فعلا الوزاره وعدت وعوفت في مساله تفكيك كثافه الفصول. يعني الوزير كان وعد ان الحد الاقصى لكثافه اي فصل 50 طالب. صحيح. بالفعل ده اتنفذ على الارض، ولكن في 10% فقط من المدارس هي اللي لسه ما نفذتش، ولما سالنا الوزاره وعدوا ان بنهايه الاسبوع الاول هيكون جميع مدارس مصر حد اقصى في اي فصل 50 طالب. طب وتم تطبيق حكايه الفترتين، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه النهارده، على ما يعني في اي من المدارس اللي وصل لك اي اخبار عنها؟ طبعا طبقت طبعا في مدارس ابتدائي تحديدا، ويعني ده ممكن عامل شويه غضب عن اولياء الامور ان في طلبه ثالثه ورابعه وخمسه بقى فتره مسائيه، واولى وثانيه وثالثه ابتدائي بقى فتره صباحيه. في طبعا تحفظ من اولياء الامور على الاجراء ده. يعني انا عندي ولدين، واحد في اولى ابتدائي واحد في رابعه ابتدائي، ده راح الصبح وده هيروح بعد الظهر، فانا هضطر اروح المدرسه اربع مرات، مره ودي ومره اجيب، ده كان بيجيبه اخوه معاه وبيوديه اخوه معاه، فانا بقيت ولي امر دلوقتي مرتبك، لانه عنده واحد صبح وواحد بعد الظهر. يعني وازاي طالب او طفل في ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي يروح المدرسه بعد الظهر؟ ولكن الوزاره بتقول لك ده الحل اللي عندي، لان انا مضطر افكك الكثافه اللي بقى لها سنين موجوده، وانا عشان اجيب طلبة بدون كثافة أنا محتاج ما لا يقل عن 200 مليار جنيه عشان خاطر أوصل لكثافة 55 طالب، فأنا بتعامل في حدود الإمكانيات اللي عندي. ده رأي الوزارة وده رأي أولياء الأمور بأمانة. وبالتالي فأنت ما عندكش، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع، ده اللي في إيدي وأقدر أقدمه. طب حكاية بالزبط. المدرسين بقى يا أستاذ أحمد، هل بالفعل المدرسين بالآلاف اللي إحنا سمعنا عنهم وقرينا أخبار عنهم دول بدأوا بالفعل يتعاملوا مع المدارس النهارده والطلبة ولا لأ؟ هو وزارة المالية مشكورة كانت زودت سعر الحصة ل 50 جنيه، وزودت سعر الحصة ل 50 جنيه لأي معلم سيتم التعاقد معاه من الخارج، أو أي معلم هو المنظومة حابب إن هو يزود مرتبه إنه ياخد حصة زيادة. يعني معلم خبير مثلا النصاب القانوني 18 حصة،
لو عايز توصل ل 30 حصه اهلا وسهلا، 40 حصه اهلا وسهلا، بس هتاخد المقابل في نهايه الشهر. ولكن انا بعد ما فككت المدرسه، خليتها فتره صباحيه وفتره مسائيه، ان لازم هيكون عندي معجز معلمين مضاعف. يعني انا كان عندي مثلا 100 مدرس لفتره واحده، بقى عندي فترتين، هل ال 100 مدرس هيكفوا الفترتين؟ لا. وده ظهر النهارده في بعض المدارس ان العجز ظهر اكتر، رغم ان الوزاره يعني هتستعين ب 50,000 معلم بالحصه، وهتجيب 20,000 معلم جدد، وهتمد لبعض المعلمين اللي هم خرجوا على المعاش. في بعض المعلمين خرجوا على المعاش، يعني اكتر من 70,000 كمان. ممكن نوصل ل 90,000 السنه دي، لان الحكومه كانت مررت قانون من 3 شهور، شهر 4 تحديدا، ان هو هيكون من حقها تمد اللي طالعين على المعاش. طالعين على المعاش حسب رغبه المعلم، ولكن انا لما فككت الفصول فزودت عدد الفصول، يعني انا يعني الوزاره فبين العجز اكتر، لان بقى المكان عندك 100 فصل اضربهم في 2. الوزاره بتقول لك انا لما خدت القاعات اللي هي فاضيه، حجره المدير، حجره الناظر، حجره التربيه الرياضيه، حجره المعمل، عملتها فصول، بقى عندي 100,000 فصل زياده. طب ال 100,000 فصل زياده هل لهم مدرسين ولا لسه؟ الاجابه لحد دلوقتي لا، لان معظم الادارات التعليميه لسه ما خلصتش حتى اللحظه اجراءات التعاقد مع معلمين بالحصه. عظيم. وبالتالي الموضوع ده ممكن يستمر لحد يعني الاسبوع الاول من اكتوبر، ان انا اقول خلاص انا بقى عندي 90,000 معلم سكنتهم، ومن هنا لحد الاسبوع الاول من 10 ما اقدرش اقول ان انا سكنت بنسبه معلمين بنسبه 100%. عظيم. وبالتالي هيبان تأثير وجودهم على المدارس مع زي ما قلنا عدد الفصول الزيادة مع الفترتين اللي هيتم تشغيلهم في المدارس. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد حافظ الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. دي كانت فكرة عن بداية الدراسة ل 22 مليون طالب وطالبة. شوفوا رقم كبير قد إيه. القصة الثانية اللي معانا النهاردة هي قصة العالم، وطبعا أصدقها هنا في القاهرة، وهي حديث القاهرة، تطورات الأوضاع في لبنان. لما يطلع تصريح من إسرائيل بيقول لقد بدأنا للتو وسوف نغير شكل الشرق الأوسط بعد اللي عملوه في لبنان، يبقى لازم نقف. طبعا احنا هنبتدي القصة من أولها ونقول ان تفاجئ العالم بأن حصل تفجيرات لتقريبا 3,000، مش هقول 2,700 زي ما قالت الأرقام، قالوا ما يقرب من 3,000 جهاز بيجر من الأجهزة الخاصة بالاتصالات اللي استوردهم حزب الله علشان يربط كل أعضائه ببعضهم. تحديدا الموضوع بدأ بأن هم استوردوا من 3 شهور وفق المعلومات 5,000 جهاز بيجر الخاص بالتواصل بينهم. لما حصل اختراق لهذه الأجهزة 3,000 منهم انفجروا، وزاد عدد الضحايا زي ما حضراتكم شايفين 2,700 شخص ما بين قتيل وجريح في هذا الهجوم، اللي كان مستغرب جدا لأنه أول مرة يحصل حاجة شبه ده بالعدد الكبير ده، لدرجة ناس قالت إزاي إسرائيل تغامر بأنها تعمل موقف زي ده حتى لو اخترقت الأجهزة. طبعا الأخبار اتقالت تباعا بأن لما حزب الله استورد الخمس تلاف جهاز اللي اتفجر منهم 3,000 جهاز، كانت إسرائيل على علم بده، وهي اللي رتبت موضوع الشركة. لأن أول تصريح خرج بعد الانفجار أن الشركة التايوانية قالت أنا ماليش علاقة بالأجهزة دي، الخمس تلاف جهاز دول ما طلعوش من عندي، الخمس تلاف جهاز دول طلعوا من شركة أخدة الحق بتاع استخدام اسمنا وموجودة خارج حدود تايوان، والشركة دي هي اللي تعاملت مع حزب الله. مع البحث والتفصيل إيه حكاية الشركة دي، عرفنا أن الشركة المجرية تقريباً تابعة بشكل أو آخر للاستخبارات الإسرائيلية، وده مش كلامي أنا، ده كلام النيويورك تايمز اللي قالت أن الشركة دي تابعة للموساد الإسرائيلي بشكل أو بآخر، ودي خطة إسرائيلية قديمة، وتم الإعلان عنها في تصريحات غريبة جداً من السيد كوهين اللي هو رئيس الموساد السابق. السنة اللي فاتت 2023 قالوا إحنا هنتحكم في سلاسل الإمداد اللي بتاخدها حزب الله علشان نقدر نبقى موجودين جنبهم، عليهم أن ينتبهوا للحاجات اللي هيستوردوها. أوه ده أعلن بشكل رسمي، لكن محدش خد باله. تفجيرات البيجر دي اللي راح ضحيتها عدد كبير جدا وكشفت عن مين هم أعضاء حزب الله الأساسيين اللي موجودين داخل لبنان، وناس ما كانش حد بيتوقعهم، تم ربطها كمان بشخصيتين، واحد فيهم اختفى اللي هو صاحب الشركة
اللي تم الاستيراد منها بالفعل وهو هذا الشخص. الشخص ده بمجرد النرويجي رينسون يوسي، أول ما حصل الانفجار اختفى تماما ومحدش عارف هو موجود فين، لدرجة إن الأجهزة كلها اللي موجودة في بلاده بتدور عليه هو موجود فين، محدش عارف. شريكته بقى هي سيدة إيطالية اتقال عليها حسناء البيجر المعروفة، اسمها كريستيانا بارسوني. كريستيانا هي سيدة أعمال مجرية إيطالية عندها الجنسيتين، بتتكلم 7 لغات بطلاقة. كانت هي اللي مسؤولة عن هذه الصفقة. بمجرد ما حصلت الأزمة دي مامتها طلعت تصريحات، هي طلعت تصريح واحد كريستيانا قالت فيه أنا ماليش علاقة باللي حصل ده خالص، وأخدتها أجهزة الاستخبارات في بلدها وتحفظت عليها. مامتها قالت علشان جالها تهديدات من جهات مختلفة فخفنا عليها فحطناها على جنب. موضوع اختراق البيجر فتح باب كبير قوي، ماذا تفعل إسرائيل ولماذا اضطرت الآن للتفجير أو عملية التفجير وإنها تكشف على إنها اخترقت الأجهزة دي، سواء زرعت متفجرات جنب بطاريات البيجر، الجهاز اللي لجأ ليه حزب الله عشان ما يتمش رصد اتصالاته ويكون اتصالاته آمنة. بعد 3 شهور يعني في ال3 شهور دي عرفت خط سير وأحداث وما يخطط ليه حزب الله، وعرفت مواقع كل شخص من الناس اللي موجودين في حزب الله موجود فين وبيعمل ايه ومهمته ايه. تخيلوا كمية المعلومات اللي ممكن تكون بقت في ايد اسرائيل دلوقت. طبعا في معلومات بتقول انها فجرت ال3000 جهاز دول دلوقت علشان حزب الله كان بدأ يلاحظ ان تم خرق اجهزة البيجر بتاعته. كل ده معلومات موجودة على الانترنت، وغريبة انها تحصل دلوقت لأول خرق بالشكل ده. لكن التصريح بقى بتاع لقد بدأنا للتو وسوف نغير شكل الشرق الأوسط يستحق وقفة. الوقفة دي هتكون مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. يا دكتور طارق مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك فندم، اتفضلي. أولا إيه رأي حضرتك في التصريحات الإسرائيلية اللي بتقول إن إحنا بدأنا للتو وحنغير شكل الشرق الأوسط؟ هل معنى كده إن إسرائيل قررت إنها تفتح رقعة الصراع عن آخرها في منطقة الشرق الأوسط ويدخل بقى حزب الله وإيران اللي قالت إن أنا لن أترك يعني القصاص من في موضوع هنية اللي تم على أرضي، ولا حضرتك شايف الموضوع ده بيتجه في أي اتجاه؟ هو طبعا ليست أول مرة يطلق نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية أنهم سيغيرون شكل الشرق الأوسط، لكن طبعا توقيت ما ذكرتيه حضرتك وأشرتي إليه هو من حيث دلالات التوقيت، التوقيت مهم للغاية قبل عدة أسابيع من مرور العام الأول على أحداث 7 أكتوبر. الأمر الثاني، هناك أهداف من وراء هذه العملية بالكامل بعيدا بقى عن التحليلات اللي حضرتك يعني طرحتي بعضها. هو في جزء مما جرى هو مرتبط بخبراء المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل والذين يدخلون بإسرائيل إلى مرحلة متقدمة من حروب الأجيال، ليست القضية الجيل الخامس أو مؤشرات الجيل السادس، وهي الحرب اللي هي قايمة على فكرة الحرب السيبرانية والحروب الغير متماثلة، ودي إسرائيل متقدمة فيها بطبيعة الحال، ولا وجه للمقارنة مع حزب الله أو مع إيران بالمناسبة في هذا السياق. وهذا هو مكمن الخطورة، أنه نحن نتعامل في أنماط غير تقليدية للمواجهة. فإذا كانت إسرائيل تستهدف الآن نقل المواجهة وقواعد الاشتباك التقليدية إلى قواعد فوق تقليدية أو أنماط غير واضحة، فكده هيبقى الأمور متعلقة بموازين القوى، حسابات القوى الشاملة لإسرائيل والجبهات المعارضة. في أهداف عاجلة مما حدث واستهداف يعني حزب الله، هو جزء منه هو مرتبط حضرتك بفك الارتباط وجبهات الإسناد، وده أمر صحيح بالفعل أنه هناك هدف إسرائيلي لفك الارتباط بين قطاع غزة وملف غزة وبين جبهات الإسناد سواء في اليمن أو في العراق أو سوريا وأيضا في لبنان حزب الله، وبالتالي في هدف رئيسي واستراتيجي للعملية. العملية طبعا يجب أن ينظر إليها في إطار علم الاستخبارات أنها عملية ليست كبيرة كما يتوهم البعض، لكن الهدف اللي هو استهداف هذه الأرقام بالألاف هو الجديد في هذا الإطار. لكن موضوع التفجيرات عن بعد وزرع أجهزة مباشرة في أجهزة الموبايلات أو أجهزة اللاسلكي أو غيره دي أمور قديمة ليس فيها جديد، لكن من أقدم على اتخاذ هذا الإجراء طبعا ده عمل استخباراتي وده جزء معني بأجهزة المخابرات، لكن السياسة شيء آخر مختلف. طب تأثير ده يا دكتور طارق بقى على الوضع وعلى اللي بيحصل حاليا؟ يعني احنا دلوقتي شفنا لبنان أعلنت قالت إن ما حدث هو جريمة حرب،
وإيران تدخلت مع الموضوع وقالت إن أنا هقوم أنا كمان بإن أنا أقوم بعملية ضد إسرائيل، سيكون رد هناك رد قريب على موضوع اغتيال هنية، رغم إنه كان بقاله فترة وما شفناش حكاية القصاص دي. حزب الله خرج يتكلم بمنتهى الهدوء ويقول إحنا هنرد رد وصعصعين وهتكون ضربة مؤثرة مع إسرائيل. يعني بعيدا عن الكلام والتصريحات، حضرتك شايف ان احنا داخلين على حرب شامله في المنطقه وممكن يتدخل فيها كمان امريكا اللي بدات تحرج البارجه بتاعتها في شرق المتوسط ولا ايه؟ يعني انا يعني سؤال حضرتك المهم قوي هو طبعا ردود الفعل ارجو ان نفهمها في سياقها السياسي وليست الرد او عدم الرد او توقيت الرد وكيف سيكون الرد من ايران او من الجبهات المناوئه او الجبهات الاسناد اللي هي بتعمل ضد اسرائيل. دي تصريحات سياسيه، وطبعا كما شاهدت التصريحات ربما تفهم في سياقها لمحاولة كل طرف أن ينقل إلى جمهوره الرسالة المهمة، لكن المؤكد أنه ما جرى هو رفع الروح المعنوية لدى إسرائيل المأزومة، لأن هناك حالة تأزم في إسرائيل وهناك حالة إخفاقات كبيرة وهناك حالة من الانقسام. فبطبيعة الحال مثل هذه العمليات النوعية اللي أنا أشرت لحضرتك فيها أنه هذا العمل يعني مرتبط ليس بالعمل العسكري، يعني علماء المجمع الصناعي العسكري نصحوا نتنياهو بأنك دعنا نتعامل نحن، هذه رسالة مهمة أن العسكريين أخفقوا فاتركوا الأمور لأجهزة الاستخبارات لتتعامل وتقوم بدورها في إطار ما يعرف بحروب الظل، والقادم هو الأسوأ. ربما حضرتك تسألي ما هو القادم في إطار هذه الحروب والأنماط الغير تقليدية؟ القادم هو الأسوأ لأنه في سيناريو صفري وهو مرتبط طبعا بالتعامل بصورة أو بأخرى مع نفس التكرار هذا السيناريو مع محطات الإطلاق ومحطات الإنذار الاستراتيجية المبكرة وأيضا مع المسيرات بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية والصاروخية الهجومية والتكتيكية. فهذا هو الأهم الآن، بالإضافة إذا قامت إسرائيل بعمليات تخريبية في الداخل ففي وسائل كثيرة في هذا الإطار، هذه وسائل معتادة يعني في التعامل وإسرائيل تستطيع أن تقوم بها. بس ده مش هيبقى خطر على أعداء إسرائيل اللي أعلنتهم بس، سواء كان إيران ولا حزب الله ولا كان غزة، ده خطر على كل المنطقة اللي قابلة للاختراق أي حاجة فيها إذا إسرائيل أرادت. يعني بالضبط حضرتك، بينقل الصراع إلى مرحلة أخرى بمعنى أنه الوصول بالمنطقة إلى حافة الهوية. ليه؟ لأنه بطبيعة الحال ليس الأول المقصود والمستهدف هو حزب الله فقط. حضرتك هذه رسائل أيضا إلى الحوثيين، لأنه تستطيع إسرائيل أيضا التعامل بهذه الأنماط فوق التقليدية والمواجهة اللي احنا بنسميها الحروب الغير متماثلة بصورة مباشرة على الحوثيين، حيث بقى المخاطر الكبيرة المتعلقة بأماكن تواجدهم وتمركزهم وامتلاكهم للصواريخ اللي هي صناعة إيرانية. في نماذج وأمثلة حضرتك ونماذج محاكاة نستطيع أن نضعها في إطار هذه الحروب اللي هي الحروب السبرانية وطبعا الأجيال المتقدمة مؤشرات الجيل السادس لهذه الحرب. ربما يقصد نتنياهو في هذا التوقيت هذا الحديث عن شرق أوسط جديد وتتغير فيه ويتم التعامل مع الأطراف الوكيلة بصورة أو بأخرى. وضحت جدا. أنا بشكرك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على كل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. ربنا يستر بقى المنطقة رايحة لفين. لكن من موضوع البيجر لموضوع استهداف أشخاص بعينهم بتفجيرات في جنوب لبنان، وده اللي قلب الدنيا. الهجوم السيبراني دخل في خط آخر. يعني خلينا نشوف هذا الاسم اللي وضعت ليه أمريكا، وهو إبراهيم عقيل. وضعت على راسه 7 مليون دولار، قالت اللي هيجيب لي إبراهيم عقيل أو أي معلومات عنه هياخد 7 مليون دولار. أصبح الموضوع سهل. طبعا احنا عارفين ان هذا الاسم متورط في الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت من الثمانينات، لكن هذا الرجل على رأس خلينا نقول الفرق بتاعة الشيخ رضوان اللي بتقوم بالمهام الخاصة في الجليل بتاعة حزب الله. إسرائيل نفذت المهمة من غير 7 مليون دولار، لأن إسرائيل قامت بتفجير في الضاحية الجنوبية لبيروت، وراح ضحيته امبارح يعني عدد من القيادات الخاصة بحزب الله وتحديدا رضوان، وكان على رأسهم إبراهيم عقيل. إبراهيم عقيل امبارح هو كمان كان من ضمن الناس اللي تم استهدافهم. وطبعا ده رجع بالنسبة لنا فكرة إيه اللي بيحصل بالضبط من التفجيرات اللي هتروح بدأت في لبنان ممكن تروح بينا لحد فين. شفنا بقى احنا عدد من التصريحات الخاصة بدول وجيوش دول منعت
التعامل تماما مع الأجهزة الإلكترونية في أي مكان بتقوم فيه بتدريبات أو بأعمال خاصة. على رأسها كانت أمريكا في تدريباتها الخاصة، شفنا روسيا قالت أن أنا مش هستعين بالتليفونات الحديثة، كوريا الجنوبية وغيرها. أقوى جيوش العالم امتنعت عن استخدام الهواتف المحمولة، وده كان السبب، مش عايزة حد يرصدها ولا المعلومات اللي عندها تتسرب. شفنا كمان رئيس البرازيل بيقول يا جماعة ما تقبلوش أي مسؤول عندي هنا، ما يقبلش أي هدية إلكترونية لا تليفون ولا غيره، طبعا علشان شايف إن هيكون في اختراقات وخروقات. ومن هذا الموضوع للعربيات الكهربائية، الأسئلة على إن هل العربيات الكهربائية ممكن تتحول هي كمان لقنابل موقوتة عشان البطاريات اللي فيها واستهدافها من على بعد، وخصوصا بقى بعد هذا الخبر اللي ليه علاقة بإيلون ماسك. إيلون ماسك ادى عربية كهرباء للشيشاني، الزعيم الشيشاني المعروف قديروف، اداله عربية كهرباء هدية. قديروف طلع بصورة على العربية الكهرباء دي وحط فوقيها مدفع من المدافع بتاعته الكلاشينكوف وغيرها، فوجئ بأن العربية اتعطلت، فطلع الزعيم الشيشاني قديروف واتهم إيلون ماسك بأنه عطل عربيته الكهربائية عن بعد. هل ممكن التحكم في النوعية دي من السيارات عن بعد؟ يعني في لحظة أقدر أنا وأنا في أمريكا أضغط على زرار أوقف كل الأجهزة اللي اديتها العربيات الكهرباء اللي اديتها، فيبقى هجوم مباغت أيا كان إيه الموضوع، ولا أفلام الخيال العلمي؟ نعرف بقى من دكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا فندم وكل سادة المشاهدين. إحنا كده دخلنا في أفلام الخيال العلمي ولا دي حقيقة ممكن تحصل فعلا؟ لا، واحنا مش في خيال علمي، ده واقع وحقيقه. وخلي بال حضرتك، وقعه ايلون ماسك اللي حضرتك ذكرتيها حالا دلوقتي، انا مش مستبعد ان ده يكون حصل، بالعكس انا بقول لحضرتك ده كلام حقيقي جدا، وهما بيقدروا يتحكموا في العربيات الكهربائيه بتاعتهم، بدليل ان ايلون ماسك نفسه اعلن من فتره قريبه ان العربيه بعد كده لما هتتباع هتبقى ليها سعر، والخدمات الاضافيه ليها سعر اخر اقدر افتحها من خلال اشتراك شهري او رسوم بتدفع. يعني حضرتك بتشتري مثلا العربيه، العربيه فيها تكييف راكب بس مش هيبقى شغال كمثال، يعني حضرتك عايزه اوبشن التكييف، فحضرتك بتدفع للشركه فلوس ثانيه فهي تخلي الاوبشن يشتغل عندك، وهكذا خدمات كتيره واد اونز وامكانيات موجوده في السيارات بتاعه التسلا يقدر يتحكم فيها عن بعد من خلال اشتراك شهري او من خلال مبلغ مالي بيدفع مره واحده. هو كان اعلن الكلام ده بلسانه، وده معناه، وحتى هو كان قالها بطريقه ثانيه تبدو في شكلها انها حاجه لطيفه، ان لو العربيه اتسرقت انا اقدر اعطلها لك من الحرامي واقدر اوقفها لك واقول لك صحيح. فبالتالي فكره التحكم في السيارات دي عن بعد ده امر موجود ومتاح ومش حاجه خيال علمي. فكره بقى ان حد يستخدمها في عمليات اجراميه او عمليات تفجير زي ما حصل في لبنان وفي جنوب بيروت، ده وارد جدا. اللي يمنع اذا كنت انا بتحكم في العربيه عن بعد، اللي يمنع ان اعمل فيها حاجه؟ وخليني بس اوضح لحضرتك نقطتين، احنا مش عايزين نقول ان ايلون ماسك اللي يعمل، مش شرط الشركه المصنعه هي اللي تعمل، اي حد يقدر يخترق النظام بتاعها يقدر يعمل اي حاجه موجوده فيه. مش بس كده، ولكن يمكن اعتراض الشحنه مثلا في شركه اكس بتنتج فنكوش، الفنكوش ده بيعمل وظيفه معينه، الشركه مطلعه الشحنه رايحه لحضرتك، اللي يمنع ان يجي جهه ما دوله ما تعترض الشحنه دي بشكل ما في النص وتبدل الشحنه دي بشحنه تانية زيها نفس الموديل ونفس المواصفات ولكن ملغمه؟ زي ما حصل في البيجر كده، يعني خلينا نتصور ان ده ممكن يكون من ضمن السيناريوهات. يعني البيجر حصل فيه تاسيس شركه حضرتك، يعني طبعا. البيجر حصل فيه تاسيس لشركه وهميه، الشركه الوهميه باعت مباشره الاجهزه، لكن انا اقصد لو وضحت. حتى مش الشركه الوهميه، لا، في ممكن يتم اعتراض الشحنه حتى لو طالعه من الشركه الحقيقيه. بالظبط، وضحت جدا. اذا احنا داخلين على عصر مختلف تماما، الادوات فيها هتبقى مختلفه تماما والنتائج فيها مختلفه تماما، وكل شيء ممكن. افلام الخيال العلمي لم تعد خيال علمي. دكتور وليد حجاج، مستشار الهيئه العليا للامن السيبراني ومكافحه الجرائم الالكترونيه، شكرا جزيلا. القادم في حديث القاهرة، الخبر اللي معانا دلوقتي توقعات صادمة لحالة الطقس في الخريف. طبعا النهاردة وفق ما أعلن آخر يوم في فصل الصيف، بكرة إن شاء الله يوم 22 سبتمبر أول يوم فلكيا في فصل الخريف، يعني يبتدي بقى زي ما بيتقال عليه الانقلاب الخريفي اللي هيفضل معانا 3 شهور. طبعا أنا مش عايزة أقول لكم إن عمره ما قعد أسبوعين فصل الخريف ده، بس إيه بالظبط اللي جاي؟
احنا سمعنا تصريحات على ان مصر تنتظر سيول الايام الجايه. انا شخصيا يوم الثلاثاء اللي فات سمعت صوت عجيب جدا في البيت، صوت رعد، فانا تخيلت في شيء بيقع، طلعت لقيت فعلا في رعد في السماء، لكن لا في برق ولا نزل مطر. فهل دي ظاهره طبيعيه حقيقيه يعني عادي؟ طيب نعرف بقى معلومات من الدكتور علي قطب، استاذ المناخ بجامعه الزقازيق. اهلا بحضرتك يا دكتور علي. اهلا بيك يا استاذه كريم. دكتور علي، فعليا بقى بعيدا عن التوقيتات المتعارف عليها، بكره هو البدايه الحقيقيه اللي ممكن نعتبرها مع كل تغييرات المناخ دي لفصل الخريف ولا لا؟ عموما الفصول الانتقاليه والفصول الاساسيه زي الصيف والشتاء محدده بتواريخ ثابته لن تتغير وفقا للجغرافيا والتوزيعات الفلكيه. فهو بدايه فصل الخريف فلكيا المفروض مساء 22 من شهر سبتمبر. اذا 23 هو اول يوم بدايه لفصل الخريف فلكيا، لكن هل مناخيا سيتماشى معها؟ قطعا بدايات اي فصل انتقالي بتاخد سمات الفصل المنتهي، وعشان تاخد سمات الفصل الجديد بتبقى بتاخد فتره زمنيه. على سبيل المثال كل فصل مناخي مدته 3 شهور، فاربعه ب 12 شهر اللي هم بتوع السنه. طيب الثلاث شهور بتوع الخريف اللي بتبتدوا 23، المفروض ان احنا بنقسم الخريف الى جزئين، الجزء الاول منه هو سمات صيفيه، النصف الثاني منه هو سمات شتويه. طب الوسط بينهم ما بين الاثنين الصيف والشتاء. اذا احنا شهر اكتوبر كله قد يكون في سمات الصيف. يعني ايه في سمات الصيف؟ متوسط درجات الحراره بتنخفض، ولكن هناك بعض موجات الحراريه، يعني احنا مثلا في انخفاض اليوم في درجه الحراره ملحوظ، هيتبعه انخفاضات اخرى على مدار هذا الاسبوع حتى يوم الجمعه القادم، درجه حراره ما بين 32 ل 31 درجه مئويه على القاهره الكبرى. طب وايه حكايه السيول دي يا دكتور علي؟ في احنا ننتظر، مصر تنتظر سيول للفتره اللي جايه دي؟ يعني قالوا طبيعي جدا يا استاذه كريمه، والهيئه العامه للارصاد الجويه منذ سنوات طويله في بدايات كل فصل خريف بيصدر بيان تحذيري الى البعض، عاوز اقول المحافظات الساحليه تحديدا، سواء كان البحر الاحمر او المحافظات المطله على البحر المتوسط، تحديدا البحر الاحمر. ليه؟ لان المناطق دي التضاريس بتاعتها مختلفه، وبالتالي عندما تاتي كتل هوائيه مداريه من الجنوب بتبقى فيها سحب ركاميه رعديه، لما تسقط منها امطار بتبقى امطار غزيره، لما تسقط اي كميه من الامطار سواء كانت متوسطه او خفيفه او غزيره فوق مناطق مرتفعه زي الجبال او هضاب بتنزل بقوه الدفع الذاتي فبتسبب سيل، يعني نازل بقوه. اذا لما تسقط امطار فوق الصعيد هيسبب سيل، لما تسقط فوق سيناء هيسبب سيل، البحر الاحمر هيسبب سيل، وبالتالي ده وارد خلال فصل الخريف، لكن امتى ما نقدرش نحددها غير قبلها باسبوع، ودي الهيئه العامه للارصاد الجويه من خلال محطات الرصد الجوي المتوزعه على مستوى الجمهوريه والتنبؤات اللي موجوده في الهيئه العامه بنسبه 100%، ولا ابالغ ان لما اقول نسبه التحقيق التنبؤات 100% نتيجه للاجهزه العلميه اللي موجوده ونتيجه لخبرات الاخصائيين العاملين في الهيئه العامه. احنا دايما بنلجا لهم يا دكتور علي علشان ناخد الاخبار ايه ونجهز نفسنا واولادنا واحنا داخلين على موسم الدراسه. انا بشكرك جدا دكتور علي قطب، استاذ المناخ بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم هنا قصصنا في حديث القاهرة. عندنا النهاردة موضوعات كتير، هكون في انتظاركم. وزير الصحة اللبناني: مصر أول من عرض المساعدة علينا وهي داعم دائم لبلادنا. ملك الأردن يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة. حريق هائل يمتد لمواد متفجرة جنوبي روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتين. وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية. وزارة التعليم تحذر من استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب مع بدء الدراسة.
حضراتكم من جديد. لسه معاكم وحديث القاهرة، وببساطة كده سمعنا الفترات اللي فاتت دي عن إن حد يحجز شقة في المشروعات الخاصة بالإسكان وتتباع، أو مع نقابة من النقابات وتتباع، بمجرد إنه يحجز الشقة دي من غير ما يستلمها خالص وبياخد عليها أوفر برايس زي ما الناس كانت بتقول. سمعنا عنها، لكن لأول مرة نسمع على إن الناس بدأت تبيع رقم حجز العربيات اللي خلص الموضوع بتاعه في شهر مايو اللي فات. عارفين طبعا الناس كانت بتحجز عربيات الـ ACID، ده الرقم اللي كان بياخده الناس اللي حجزت على الانترنت اللي بتستورد عربيات، وخصوصا المصريين المقيمين في الخارج. اللي حصل بقى ان نتيجة ارتفاع اسعار العربيات الغير مبرر، لان الدولار ثابت في مصر، وعودة ظاهرة الاوفر برايس، والازمات اللي شفناها من عربية ذوي الاحتياجات الخاصة، بدأنا نسمع عن بيع أرقام الـ ACID، رقم الحجز للمنتفعين بمبادرة المصريين في الخارج. هل دي معلومة حقيقية؟ بجد؟ وهل هينفع إنها تتم كده يعني بشكل زي اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي وبدأت تتناقله صفحات السوشيال ميديا؟ الأستاذ أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. هل حضراتكم كمان سمعتوا عن الاخبار دي اللي بتتناقلها صفحات السوشيال ميديا والمواقع الاخباريه، بيع ارقام الاي سي اي دي؟ طبعا يعني ما سمعنا عن الحاجات دي، بس برضو يعني الموضوع يعني مش بالشكل السوشيال ميديا مصدراه او الناس متخيله، لان برضو يعني الاي سي اي ده رقم ليه مده صلاحيه، والموضوع اصلا متوقف بقاله يعني فتره كبيره، يعني تعدد مده الصلاحيه، فمهما كان يعني في ارقام هتبقى شغاله هيبقى كام رقم. ايه مده الصلاحيه يا فندم؟ مش كانوا بيقولوا تحجز العربيه وتقدر تاخدها خلال 3 سنين؟ لا يعني خليني، حضرتك كده بتتكلمي عن مبادره السيارات اللي هي المغتربين بالخارج، مش الاي سي اي نمبر او الاي سي اي نمبر. الاثنين. طيب بالنسبه طبعا لمبادره المغتربين، يعني الموضوع مفتوح يعني لمده 5 سنين مش 3 سنين، هو بس السماح الاستيرادي للعربيه ان هو يقدر يستوردها 3 سنين من سنه الاستيراد، يعني لو احنا في 24 يستورد 21. انما هو اللي بيحصل على موافقه استيراديه ده مع مده 5 سنين ان هو يقدر يستورد العربيه فيهم في اي وقت. وارقام الحجز دي بتتباع يا فندم للناس؟ أو العربيات من قبل ما يتم استلامها وإدخالها مصر بدأت بالفعل تتباع زي الـ ACID؟ ما هو يعني برضو يعني الكلام هنا مش منطقي شوية، لسبب يعني طب إيه اللي هيخلي المغترب يبيع الحق الاستيراد بتاعه لما هو ممكن يستورد عربية ويبيعها يعني يعني برضو خلاص مقيم الكلام نهاية مبالغ فيه يعني. في كتير من الاسباب، احنا مش هنناقش الاسباب لان استاذ امير في ناس عاشت هناك خلاص بقى ومش راجعه تاني، في ناس عندها اوريدي عربيه موجوده هنا، او يعني ايا كانت الاسباب، فدي حاجه بدات تبقى موجوده. وممكن حضرتك بقى توضح لنا كمان ايه حكايه الاي سي اي اللي بدات تتباع؟ الارقام دي عباره عن ايه ومين اللي بيبيعها بالظبط؟ طيب يعني انا برضو ما عنديش معلومه غير اكتر من اللي بيتداول عند السوشيال ميديا، اللي هو ان اللي معاه رقم اي سي اي دي فاليد شغال، اللي هو يقدر يستورد بيه عربيه، يقدر يعني الرقم ده هو بيحاول ان هو يبيعه برقم ما يعني للي عايز يستورد عربيه او عربيته واقفه في الجمرك او واقفه في مينا التصدير بالخارج، يعني ده لا يعني زي ما قرينا كلنا او يعني حضراتكم ما رصدتوش بشكل شخصي بس كانت الاخبار. طب ممكن حضرتك تقول لي وتقول للساده المشاهدين ليه اسعار العربيات بتعلى رغم ثبات سعر الدولار؟ طيب هو يعني سبب ارتفاع اسعار العربيات ان الاستيراد دلوقتي او استيراد العربيات دلوقتي الحكومه بتحاول تعمل له ضوابط مختلفه عن ما كان معتد بيه قبل كده او كان متعامل بيه قبل كده. ليه؟ لان يعني كان يعني في تم رصد تجاوزات سواء في الاستيراد الشخصي او الاستيراد لذوي الهمم، يعني تجاوزات استيراديه يعني غير مرغوب بيها، فده يعني خلى الحكومه ان هي تنتبه للموقف ويحاولوا ان هم يعني يعملوا يعني ضوابط جديده تنظم العمليه الاستيراديه في مصر،
وهو ده اللي يعني موقف حاليا، او يعني في حاليا مشكله في اصدار الارقام اللي هي الاي سي اي دي للسيارات. مش يعني المفروض هي بتعمل تحت القانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، يعني يطبق ان هو بشكل معين. الشكل ده ما بيتطبقش دلوقتي للسيارات، بيطبق بشكل مختلف، علشان يعني هم دلوقتي في مرحله يعني الضوابط، يعني وضع الضوابط، وضع الضوابط الجديده بالظبط. وده شفناه يعني كلنا في اجتماع دوله رئيس الوزراء اللي فات، كان يعني عنده توجيه صريح يعني ان يكون في ضوابط ومعايير معلنه في القريب العاجل ان شاء الله لضبط. صحيح. يعني طب استاذ امير، معنى كده ان الموضوع هو قانون العرض والطلب، مش حاجه اكتر من كده، ان عدد السيارات بالضبط المتاحه، وخصوصا مع ان في الوقت اللي وقفت فيه الحكومه الموضوع دخول العربيات علشان وضع الضوابط الجديده، فالعدد بقى قليل والناس عايزه عربيات كتير، فالسعر بدا يعلى. ده كل الموضوع بالضبط. بالظبط كده، يعني ان المعروض اقل من المطلوب، فده يعني طبيعي في اي سلعه بيعمل ارتفاع في الاسعار. طب وبعد ما تنزل الضوابط الجديده اللي اعلن السيد رئيس الوزراء انها هتنزل في وقت قريب، معنى كده ان اسعار العربيات هترجع تاني تنزل وتتناسب مع اسعار الدولار، ولا هتفضل زي ما هي؟ والله يا فندم ما اقدرش اعلق لحضرتك على حاجه شبه كده، لان احنا لسه ما شفناش الضوابط دي هيبقى شكلها عامل ازاي، او هتخلي العمليه الاستيراديه دي شكلها عامل ازاي، وهيبقى ما يعني انعكاسها ايه على السوق. يعني لسه الامر يعني بدري قوي ان احنا ما عملتوش اجتماعات يا فندم مع السيد رئيس الوزراء او الجهات المعنيه علشان موضوع الضوابط؟ يعني ان شاء الله مزمع ان احنا نعمل اجتماع، يعني نلتقي في القريب العاجل، يعني عن طريق يعني تواصلنا بالفعل مع الاتحاد العام للغرف التجاريه، وان شاء الله يعني يبقى في اجتماع القريب العاجل باذن الله. لحين خروج اي تصريحات نعرف منها سوق العربيات رايح فين، انا بشكرك الاستاذ امير الهلالي رئيس لجنه المستوردين بشعبه السيارات بالغرفه التجاريه. يعني موضوع زيادة الأسعار بتاعت العربيات دي زي ما قال لنا أستاذ أمير، إن الناس عايز عربيات عددها كتير، العربيات اللي موجودة علشان وقف دخول العربيات لحد الحين وضع الضوابط الجديدة يعني، فبالتالي بقت العربيات المتاحة قليلة، فبالتالي الأسعار عليت. دي هي المعلومات اللي عندنا لحد دلوقت. إيه اللي هيحصل بقى مع الضوابط دي هنتابع مع بعض هنا في حديث القاهرة. الخبر القادم، يوم 8 أغسطس اللي فات النادي الأهلي فاز على سموحة 1-0، وفاز بعد هذه المباراة بلقب صاحب درع الدولي الدوري المصري. الكلام ده في شهر أغسطس. النهاردة كان في مباراة للنادي الأهلي بيلعب فيها مع ماتش يعني إفريقي، خلينا نقول يعني. والفكرة كانت ان في هذا الماتش، الماتشات الدولية ما ينفعش فيها ان انت تعمل زي ما بيقولوا احداث داخلية. الماتش بالمناسبة الاهلي فاز فيه 3-0، وده كان هدف يعني كان انجاز عظيم جدا للنادي الاهلي. احنا ان شاء الله مستنيين اللي جاي، لكن ببساطة شديدة جدا لما يقعد شهر كامل النادي الاهلي ما ياخدش الدرع بتاع الدوري ال 44، علشان الدرع كان بيتجهز بره وبيتعمل في بريطانيا زي ما كانت التصريحات بتطلع. لكن بعد ما يخلص الماتش بتاع النهارده، الماتش القاري، يقوم الاتحاد بتسليم الدرع للنادي الاهلي. يعني قصه عجيبه قوي، يعني في ناس بتقول ان دي حاجه ما حصلتش قبل كده، يعني ليه 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 احنا بنشوف المشاهد دي عندنا في مصر؟ هل يا ترى رابطه الانديه بيحسب ليها حاليا يعني ازمه جديده من ازماتها وكارثه جديده ومنظر جديد لا يليق، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ خليني افهم شويه تفاصيل. انتوا عارفيني يعني احب اخد التفاصيل من الاستاذ احمد جلال الناقد الرياضي الكبير. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذه كريمه، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. ما تشرح لنا المشهدين بتوع النهارده، مشهد ماتش الاهلي ومشهد استلام الاهلي لدرع الدوري. طبعا انت لخصت الموضوع في ان ده امر غير مسبوق، هو بالفعل امر غير مسبوق، لكن هناك اسباب عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي حصل بالظبط. يعني درع الدوري يفترض ان التصميم اتفق عليه مع بدايه الموسم، لكن لم يتم تسليمه او الموافقه على مواصفاته واستلامه الا يعني مع اللحظات الاخيره من انتهاء الموسم الرياضي الطويل جدا اللي انتهى هذا الموسم. وكان يفترض ان احنا يعني النادي الاهلي ومصر تتسلم الدرع ده بشكل رسمي من الجهه المصنعه في بريطانيا. وبالمناسبه
هي جهه مسؤوله عن تصنيع مجوهرات ملكه بريطانيا، وهي يعني الجهه التي صنعت حاجه كبيره قوي وعظيمه قوي يعني. وهي الجهه التي صنعت ايضا كاس الرابطه المصريه اللي يعني ظهرت ثلاث مرات او ثلاث نسخ في الموسم المصري او في الكادر المصري بشكل عام يعني. طب كابتن طيب. احمد انا اسفه جدا المقاطعه، بس فضل. هل ده مش ادعى لان هم يبقى عندهم يعني توقيت زمني يسلموا فيه الدرع اللي بيصمموه ده يتناسب طبعاً. مع الوقت اللي احنا بنحدده، ولا هم بيعملوا الموضوع بمزاجهم ولا ايه؟ الرابطه المصريه عندما سئلت او عندما سئل بعض مسؤوليها ما السبب في تاخير استلام الدرع وليه ما دخلش مصر قبل انتهاء الموسم، كان الرد ان الدرع كان محتجز في الجمارك وفي بعض الاجراءات الروتينيه التي ينبغي ان تتم قبل استلامه. بعد ان تم استلام الدرع كان النادي الاهلي خد اجازه طويله بعد مباراه سموحه اللي حضرتك ذكرتيها، وبالتالي كل الرص ما كانش موجود، وبالتالي كل العناصر الاساسيه اللي كل ردها راحه طويله ما كانتش موجوده، وبناء عليه اصبح الاحتفال امر يعني لا محل له من الاعراب في ظل غياب اصحاب الفرح. فبعد ان تم استلام الدرع يعني وجدت الشركه المتحده ووجد النادي الاهلي ان المناسبه او الحدث الانسب هو مباراه الاهلي وجورماهيا الكيني، خاصه وان الاهلي قد حسم الامر بشكل يعني واضح في لقاء الذهاب بالفوز على جورماهيا الكيني في ملعبه 3-0، وهي بالمناسبه ايضا اول انتصار مصري لاي نادي مصري على جورماهيا الكيني على ملعبه وسط جمهوره منذ ان ظهر النادي الكيني في مشاركاته في دوري الابطال الافريقي، وبرضه انجاز يحصل للنادي. هو حدث وانجاز عظيم جدا يعني، بس مش ما تعتقدش ان ده ممكن يكون ليه جانب خاص بالانتقادات؟ يعني الناس اساسا مستغربه ولا معترضه ولا منتقده وشايفه ان في جهات مقصره؟ لا، الموضوع بتاع الانتقاد شكل ما يشبه الراي العام لماذا لم يتسلم الاهلي الدرع، وبدات بعض التفسيرات والتاويلات تظهر وايه اللي حصل، وهل هناك يعني من يحاول افساد فرحه الاهلي بالدرع. وطبعا بدا بعض الناس تتبنى نظريه المؤامره، لكن انا بقول لحضرتك دي المعلومات التي يعني ذكرتها رابطه الانديه بوضوح، وفي نفس الوقت دي المعلومات النادي الاهلي نفسه قال بعد ما تسلمت الدرع ما كانش من اللائق ان انا احتفل بدرع الدوري في غياب كولر وغياب اللعيبه الاساسيه اللي كانت فعلا واخدت اجازات، وكله يعني حاول ان هو يخرج تماما عن مشهد الكروي في اجازاته وياخد راحات سلبيه. طب سؤال صريح اخير كده كابتن احمد، هل كان في خيارات اخرى بدل اللي حصل ده لعمليه تسليم الدرع؟ كان في عندهم خيارات ثانيه كانت ممكن تكون افضل وما يتعملش كل الانتقادات اللي احنا شايفينها دي؟ لم يكن من اللائق ابدا ان يتسلم الاهلي درعا قديما او النسخه القديمه التي ظهرت منذ ان تم يعني انشاء بطوله الدوري العام عام 48، بعد ان كانت هناك تاكيدات وتطمينات لبطل الدوري ايا كان اسمه بانه هيتسلم النسخه الجديده. وبالتالي كان يجب ان يعني ينتظر الجميع هذه النسخه سواء فاز الاهلي باللقب او غيره، فده يعني امر منطقي جدا ان ما حدش يتسلم غير النسخه التي تم الاتفاق عليها. وحضرتك بتقول ان ما كانش ليهم ذنب قوي في التاخير كثيره جدا، لكن في النهايه الدرع بقى موجود، والتصميم للامانه الشديده تصميم يعني اراه رائعا. يعني حضرتك بتقول انه التصميم اللي الشركه اللي بتصمم حاجات الملوك، وحضرتك قلت كمان ان التاخير ليه علاقه بالجمارك واحتجاز الدرع في الجمارك، ملوش علاقه وفقا لتصريحات رسميه لمسؤول رابطه الانديه وعلى راسهم اللواء سراسويلا. انا بشكرك جدا لكل المعلومات دي، واعتقد هي وافيه وكافيه لكل الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده. الناقد الرياضي الاستاذ احمد جلال، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اديتها لنا النهارده. مبروك للنادي الاهلي على الفوز والإنجاز 3-0. طيب، هيئة البريد للسنة الثانية على التوالي تقرر أنها تحتفل بأوائل الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية. المبادرة اسمها مسار، عملوا حفلة لطيفة جدا احتفلوا بيها بأوائلنا وطلبتنا، وكاميرتنا كانت موجودة هناك. إيه رأيكم نشوف ونسمع اللي رصدته الكاميرا ونرجع نقابلكم هنا وباقي فقراتنا وحديث القاهرة؟ في انتظاركم. نظمت الهيئة القومية للبريد المصري احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة
والأزهرية والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية بحضور عبدو علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري والدكتور وسام السيد الأمين العام للبريد المصري وعدد من كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من المسؤولين بقطاع المعاهد الأزهرية. مسار هي مبادرة أطلقها البريد المصري منذ عام وذلك لدعم الشباب المتفوق من حملة مؤهلات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية وذلك حرصا البريد المصري على دعم هؤلاء المتفوقين وحرصهم أن يكونوا متفوقين حتى في المرحلة الجامعية وحرصا من البريد المصري على متابعتهم فقد تم دعمهم ماديا ومعنويا ودعمهم بجميع الخدمات المتاحة من الهيئة القومية للبريد اليوم لاستمرار تفوقهم في المرحلة الجامعية. الدور المجتمعي للبريد المصري هو إيمانا منه بأن المؤسسات القومية لها دور أساسي في بناء المجتمع وده بيأتي من رؤية مصر 2030 والاستراتيجية المستدامة لبناء العنصر البشري اللي هو أساس التقدم وأساس نهضة مصر والركيزة الأساسية إنك تحافظ على الشباب وتأهله لسوق العمل أعتقد إن هي دور مجتمعي للمؤسسات القومية اللي إحنا بنناشد بيه وبنؤمن بيه كبريد مصر. إحنا بنشكر مبادرة مسار وفعلاً حاجة جميلة إن إحنا بنشجع الأوائل طول الوقت بعد الثانوية العامة وقت الجامعة. فكرة كويسة قوي إن مش أي حد بيكرمنا بيعمل كده يعني فكرة إن حاجة مكملة معانا وتخلينا طول الوقت عايزين نطلع أحسن ما عندنا دي حاجة كويسة جداً. الحقيقة أحب أشكر جداً مبادرة مسار على دعمهم المتواصل للمتفوقين بتوع الثانوية العامة والجامعات وأنا سعيد التكريم ده بيتكرر وإن كل سنة بنيجي نحتفل بالبريد المصري وتفوقنا مع بعض. أنا سعيد جداً بالموضوع ده بالذات أول ما عرفت إن هما مش مجرد هي جايزة في الثانوية العامة وبعد كده بيسيبوك زي ما ناس كتيرة لا هي بتهتم بفترة الثانوية العامة بعد كده بتسيبك لا إن هما مهتمين وبيشجعوك وعايزين يدولك حافز إن أنت بعد كده تتفوق في الجامعة وإن هما بيدعموك مادياً ومعنوياً فدي كانت حاجة لطيفة جداً يعني مش ناس كتيرة بيعملوها فأحب أشكرهم على الموضوع ده. وتشمل مبادرة مسار فتح حساب توفير بقيمة 10,000 جنيه بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين إلى جانب دعم الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام جيد جداً بمبلغ 10,000 جنيه كل عام بحد أقصى 6 سنوات حسب النظام التعليمي لكل كلية.